السلام عليكم، معكم جمال بالحاج، العمر ديالي 24 سنة. جيت اليوم نتكلم على واحد المشكل. أنا من الناس اللي دفعوا للتعليم. المشكل ديالي هو أننا في انشقاء. كاين الناس اللي جابوا واحد النقطة اللي هي هابطة، جابوا غير 10 ودازوا في الانشقاء في هذه المباراة ديال التعليم، وكاين الناس اللي جابوا بمونسيون وما دازوش. يعني حنا ما عرفناش شنو هما المعايير اللي خداش بهم الأكاديمية عند انشقاء. هذا هو الإشكال، يعني بغينا نعرفوا غير علاش حنا ما تختاريناش، وخا النقطة طالعة وكاين الناس اللي قل منا في النقطة ودازوا في الانشقاء. هذا هو المشكل الأساسي ديالنا. والمشكل هو أننا ما عطاوناش حتى الوقت في نديروا شي حركة، يعني نديروا شي تظلم ولا نديروا شي حاجة. كاين غير يومين فقط وغيكون الامتحان، يعني الوقت ما بين اعلنوا عن الانشقاء، النتائج ديال الانشقاء، والوقت اللي غيتم فيه الامتحان كاين غير يومين. وهما عاطينك في الاعلان ديال المباراة انك يمكن لك دير تظلم، لكن ما عطاوكش كيفاش، عطاوك دير تظلم لكن ما حاطلك لا سيت، ما حاطلك حتى شي حاجة اللي غدير من خلالها الانشقاء. يعني الطريقة ما كاينش، يعني بحال تقول داك الانشقاء بحال داك التظلم بحال ما يمكنش ما غديروش وصافي، لأن ما كاينش الطريقة السبيل باش ديرو ما كاينش. هذا الشيء اللي كاين. وحنا اليوم مشينا الاكاديميه اللي كاين في الرباط ديال التعليم. اكاديميه التعليم صيفطونا لواحد المركز كاين في العكاري، في العكاري قالوا لنا عاوتاني سيروا للوزاره. بقينا كنمشيو من البلاصه لبلاصه، في الاخير ما عرفناش شنو غادي نديروا. يعني ومن كتوجه النداء ديالك اليوم؟ النداء ديالي انا ما عارفش اصلا لمن غنوجهه، لكن غنوجهه لاي شخص كيشوف راسو انه مسؤول على هذا الشيء اللي كنتكلم عليه. يعني الشخص المسؤول كنوجه له نداء، كنقول له شنو هما المعايير اللي خديتو بهم في الانشقاء فقط، غير باش نعرفوا راسنا علاش ما تختاريناش، نعرفوا غير السبب غير العله، حيت عرفنا السبب ديك الساعه غنكونوا يعني مرتاحين. هذا هو الشيء اللي كاين. المهم الاسم ديالي اميمه، حنا بغيت نتكلم على المشكل ديال التعليم. كنا دفعنا الدوسي ديالنا، تمت المصادقه عليها من طرف الاكاديميه، من بعد كنتفاجئوا البارح باننا ما دزناش الانتقاء. هذا الصباح جينا الاكاديميه، اول حاجه بعدا ما عرفناش فين غنتوجهوا، حيت قال لك ممكن انك دير الطعن والشكايه، ولكن ما عرفناش فين، واش في السيت ولا نتوجهوا الاكاديميه ولا الوزاره ولا فين، ما عرفناش. المهم هذا الصباح هذا مشينا الاكاديميه، من ثم صدرونا قال لك لا تمشي للمركز الجهوي ديال الامتحانات. مشينا للمركز الجهوي ديال الامتحانات، من بعد قالوا لنا شافوا لينا بعد الدوسي، قالوا لنا بانه راه مصادق عليهم من طرف الاكاديميه. قلنا احنا ما عندنا ما نديروا لكم، سيروا للوزاره. فاش مشينا للوزاره عاوتاني قالوا لنا احنا يعني المشكل ماشي عندنا، المشكل ديال الاكاديميه. عندك شي شهاده في علوم التربيه يعني كتقول ماستر؟ عندي شهاده في ماستر تربيه الدمجه والتكوين في مجال الاعاقات في كليه علوم التربيه ومونسيو، ومع ذلك ما دزتش. وكاين الناس اللي عندهم مقبول في هذا في الاجازه وفي الباك ودازوا. حنا على الاقل بغينا نعرفوا بعدا غير السبب علاش ما دزناش في الانتقاء، يعني غير شنو من المعايير اللي بعدا اللي اتخذتها الوزاره ولا الاكاديميه اللي باش انها دير الانتقاء ديال الطالب. يعني الوزاره ما كانش تجاوب معكم مع المطالب؟ ما كانش تجاوب، لا هما صافي استقبلونا وقالوا لنا حنا ما عندنا ما نديروا لكم، خاصكم توجهوا عاوتاني للاكاديميه. وحنا مشينا اول حاجه راه مشينا للاكاديميه، ولكن هما قالوا لنا عاوتاني راه ماشي حنايا. قلت لك من الصباح حنا كندورو من الاكاديميه للمركز الجهوي للامتحانات والوزاره، وحنا باقيين دابا ما عرفناش، يعني غير الشكايه اللي قالوا همايا فين غادي نديروها ما كاينش فين نديروها، واش في السيت ولا في الاكاديميه ولا حتى واحد ما بغى يعطينا شي. والمشكل ان الوقت ما كاينش، يعني دو جوغ كاين اليوم وكاين غدا ونهار السبت كاين الامتحان. عليكم. كانت البارح الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين والتعليم والتكوين كانت علنت على النتائج ديال الانتقاء ديال الاساتذه، وحنا كنا ما دزناش في الانتقاء الاولي، وحيت جينا هنايا للرباط الاكاديميه باش زعما نشوفوا السبب، يعني جميع الشروط متوفره فينا، يعني السن وبالنسبه للنقاط الاجازه والبكالوريا يعني بمونسيون. وحيت جينا هنا الاكاديميه قالوا لنا حنايا ما عندنا حتى شي علاقه بهذا الموضوع، يعني صيفطونا للوزاره، وعاوتاني جينا هنايا للوزاره قالت هما ما عندهم حتى علاقه، يعني شي صيفط الجهه كتصيفطنا للجهه، يعني ما عرفناش دابا شنو نديروا، شنو الحل اللي معانا. بغينا نعرفوا المسؤولين يقولوا لنا شنو السبب علاش ما اختاروناش، يعني علاش واحد كما قال هو واحد عنده غير مقبول في الليسونس ويقدر يكون ما عندوش الماستر وداز، وحنا عندنا مونسيون في الليسونس ومونسيون في الماستر وما دزناش. بغينا نعرفوا حنا يقولوا لنا غير السبب، مابقاش يلوحوا لنا واحد عند واحد من الاكاديميه للوزاره من الوزاره للاكاديميه، يخرج عندنا شي مسؤول يقول لنا شنو المعايير اللي خداو
وصافي غنتقبلوها بروح رياضيه. دابا كيخليونا هكا كنبقى فينا الحال تتشوف واحد ما بقاش حتى الوقت السبت غندوزو البارح لاحوا الليليست فهمتي، ما عرفناش دابا شنو نديرو، يقولوا لنا غير السبب باش ما بقاش فينا الحال، داكشي اللي بغينا نقوله وصافي نطالبوا يجاوبونا. واحد النقطه عاوتاني اللي كتضر في القلب هو ان كتلقى راسك انت بريباريتي، داكشي الانتقاء كيخليوه حتى الاخر، يعني انت كدير واحد المسيره ديال البريباراسيون وكتعب وفي الاخر كيصدموك انك ما تختاريتيش. لو كان ان الانتقاء يعني يكون غير في ذوك الايام الاولى غيكون افضل باش بنادم صافي ما يضربش ديك التماره، ولكن لا كتلقى راسك كضرب انت واحد الشهر ديال التماره في الاخر كيصدموك، وهذا الشيء يعني كيتكرر في عده مباريات ماشي غير في هذه المباراه هذه، وهذا الشيء اللي كاين والله يدير شي تهويط الخير. كما قال السيد عندنا الحق، دابا المشكل ماشي ما عندكش الحق، عندك الحق وما ما تقبلتيش، باقي غير في الانتقاء ما تقبلتيش. هما نطلبوا يجاوبونا، بغينا اي شي حد يخرج عندنا يقول لنا السبب وصافي باش نعرفوا باش نرتاحوا، الا بقينا هكا ما قالوا لنا السبب غنبقاو دايرين فهمتي، ونطلبوا من المسؤولين يجاوبونا علاش شنو السبب اللي خداو، علاش حنا ما تقبلناش. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.